دافع السهل الواسع إيدينا مرفوعة صوبك مثل الشجر العاري مثل الشجر العاري لساجد بالبراري لساجد بالبراري بشكر أهل الشهداء يلي رغم كل الضربات يلي منيوا بها ورغم كل الصعوبات يلي مرقت عليهم أنا كمان بي شهيد أنا كمان بعرف هالعملية هيدي شو معناتها أنا بشكر أهل الشهداء يلي شهادة أولادهم عم تعطيهم زخم أكتر وإيمان أكتر وتمسك أكتر ليضموا المحافظين على قيمة هالشهادة ليتخطوا شوية دم وقع ليتخطوا شخص عزيز وقع الأرض لإلنا ولبنان لإلنا ما منتوقف عند أي تضحية.